اهلا بيكم من الجونه، وبالتحديد من قدام مسرح سيني جونه او مسرح البلازا الرئيسي اللي بيحصل فيه الفعاليات. احنا موجودين النهارده ثالث يوم لو نقدر نقول، او تاني يوم فعلي من الفعاليات الحقيقيه اللي بتحصل بعد يوم الافتتاح. اللي بيحصل ورايا دلوقتي مسابقه لتقديم الافكار في سينما تك عن جيميناي افريكا. دي مسابقه بيتم فيها كتيره جدا، وفيها لجنه تحكيم كبيره من اسامي كبيره جدا، ان احنا نحطكم مين المخرج الكبير الاستاذ يسري نصر الله، في الفنانه نيلي كريم قاعده، محمد فراج موجود، امينه خليل موجوده، فنان كبير حسين فهمي قاعد هناك، اسامي كبيره جدا. دي بتضم لجنه تحكيم مسابقه جيميناي افريكا اللي لسه بادئه من شويه ومكمله تقريبا لمده ساعتين هنا في سينما تك في البلازا. لو توري يا شيتوس هنا في مدينه الجونه، وبالتحديد في البلازا الرئيسيه اللي بيحصل فيها كل الفعاليات. احنا النهارده زي ما بقول لحضراتكم السبت 26 اكتوبر. طيب عندنا ايه النهارده؟ عندنا حاجات مهمه جدا، فعاليات كتيره جدا. عندنا حوار مع المخرج الفلسطيني هاني ابو اسعد، مخرج فلسطيني كبير، اسم كبير، هيكلمنا عن السينما الفلسطينيه وايه بقى اللي بتقدمه السينما الفلسطينيه وتاريخ السينما الفلسطينيه، وازاي بتوثق بقى كل اللي بيحصل في فلسطين عن طريق الفن وعن طريق السينما. وهيبقى في حوار ممتع جدا، الحوار ده هيكون الساعه 2 للساعه 3:30، هيدير الحوار احمد شوقي. طيب عندنا ايه بقى برده بعده؟ عندنا حوار مع صاحبه السعاده اسعاد يونس. اسعاد يونس هتكون الساعه 4 للساعه 5. الجميل كمان في الحوار ان اللي هيعمل الحوار مش بس كده هيكون حد هاوي، لا ده الحوار هيكون فيه لذاذه مش طبيعيه، لان يسرى هي اللي هتعمل الحوار مع اسعاد يونس. فانا عايزكم تتخيلوا الموضوع هيبقى ماشي ازاي. يسرى بتعمل حوار مع اسعاد يونس، فهتلاقوا كميه اقدر اقولها ايه، مش عارف، لذاذه نقول لذاذه مش طبيعيه. ففعلا يسرى مع اسعاد يونس دي هتكون الساعه 4 للساعه 5 في حوار الناس بتاعتها كلها خلصت، في حوار هيكون ممتع ومستنيينه، وكل الناس متشوقه ان هي تحضر الحوار ده لاسعاد يونس مع النجمه يسرى او المذيعه يسرى النهارده كتير الحوار. طيب عندنا بقى حجره المنتدى في العديد بقى من الافلام النهارده اللي هيتم تقديمها على مدار اليوم وخلال اليوم. خلونا نبدا باول حاجه خلصت عندنا الصبح، وهو التوزيع الدولي لرحله الفيلم للعالم. كان فيها عدد كبير من المتحدثين الاجانب، فيها ميشال زانا، علاء كركوتي، جيسيكا خوري، أليس خروبي. دي كانت اول حجره من حجر المنتدى اللي كانت بتتكلم عن رحلة الفيلم للعالم، وكان فيها عدد كبير من السبيكرز او المتحدثين اللي في الفيلم، ودي خلصت بالفعل. طيب كمان شوية هيبدأ سبيكر ثانية او بعنوان الفرص والتحديات، دي هيكون فيها محمد حفظي، هيكون فيها دورتي بين ماير، امجد ابو العيلة، كلير شاساني، والجلسة هيديرها رولا ناصر. دي تاني واحدة هتكون الساعة 1 للساعة 2:30. تعالى يا شيتوس نتمشى برضو كده مع بعض واحنا في البلازا علشان الناس تبقى شايفة ايه اللي بيحصل وايه البلازا دي والفعاليات ماشية ازاي. اتمشى معايا كده بالراحة واحنا بنتكلم. طيب عندنا بعدها الساعة 3 للساعة 4:30 هيكون عندنا في سوق الافلام الوجه التجاري للمهرجانات، دي هيكون فيها سبيكرز زي جيروم بيلارد، ماجدالين ريدي، مارسيلو باوليلو، والجلسه هيديرها محمد تيمور. دي برضو حاجه من الجلسات المستمره على ده الجميل بقى في المهرجان، ان المهرجان برضو على قد ما في افلام بتتعرض، على قد ما في ناس بتتفرج وبتتبسط وبتستمتع بالاجواء، الا ان في صناعه سينما مهمه جدا، الناس بتحاول ان هي تتعلم تستفيد. سبيكرز كتير موجودين علشان يفيدوا المحبي الفن وصناعة السينما ويعلموهم من بره، ينقلوا خبراتهم، فالموضوع يبقى مفيد بالفعل، وده اللي بيحصل هنا في مهرجان الجونة. طيب عندنا برضو في ورشة بعنوان قصص اللاجئين الفريدة من نوعها، دي هتكون المخرجة نجوى النجار، ودي هتكون ورشة مغلقة بتدرب فيها الناس
على موضوع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هتعرفهم قصص اللاجئين الفريدة من نوعها، إيه اللي بيحصل فيها وإيه الدنيا كانت بتمشي إزاي لما بيقابلوا لاجئين وقصصهم بتكون عاملة إزاي. طيب دي حاجة من الحاجات. برضو الفيلم العربي ليه ورشة عن صناعة الفيلم العربي، الفرص والتحديات الخاصة بيه، ودي هتدير الجلسة لنا الجندي، هيكون فيها فريد بوجدير، أحمد بدوي، عماد اسكندر، صافي حفظي، مهند البكري، رولا ناصر، دول السبيكرز اللي هيكونوا في الورشة اللي بتتكلم عن صناعة الفيلم العربي، يعني على مدار اليوم عدد كبير جدا جدا من الفعاليات المهمة جدا اللي زي ما بقول لحضراتكم بتخلي الناس تعرف يعني ايه صناعة سينما بجد، تتدرب على نقل الخبرات، ان انا اتعلم من الناس اللي بره، يعني ما يبقاش الموضوع على قد بس ان انا اكتفي بعلمي واكتفي بخبرتي كفيلم عربي او فيلم مصري، لا انا جايب الناس من بره علشان يقولوا لي اعمل ايه، اتعلم ازاي، ايه الجديد عندكم، تضيفوا لي ايه. فده كله النهارده على مدار اليوم في عدد كبير من الورش زي ما قلت لحضراتكم. طيب ايه بقى الافلام اللي هتتعرض؟ تعالى شيتوس نتمشى برده ونوري الناس بمكان البلازا، برده دي من الحاجات المشهوره جدا يا شيتوس في البلازا، اكيد الناس كلها عارفه الشكل ده، فده برده من الحاجات الجميله اللي الناس عارفه شكلها مألوف لعينيها. النهارده بقى عندنا رفعت عيني للسماء، الفيلم المنتظر اللي برضو ليه ريد كاربت، وهنقابل كل نجوم وهنعمل معاهم لقاءات النهاردة على مدار اليوم في تلفزيون اليوم السابع، وهنقول لحضراتكم كل التفاصيل. ده هيكون من الساعة 7:30 للساعة ده هيبدأ 7:30 لمدة 100 دقيقة رفعت عيني للسماء. طيب عندنا في أودي ماكس مدرسة منارة، ده الساعة 1 مساء، ده يعني تقريبا خلاص قدامه قد إيه، قدامه ربع ساعة إن شاء الله ويبدأ. طائر الساعة 3:30، حبيبي الساعة 6، الاحتضار في سي سينما الساعة 4:15، حين تسمع صرصور الليل يحين دورك، ده الساعة 6 مساء لمدة 93 دقيقة. برج الرومي الساعة 9:15 في سي سينما 2، كل اللي قلنا لحضراتكم ده في سي سينما 1، وفيلم رفعت عيني للسماء هيكون في مركز الجونة الرئيسي. طيب في سي سينما 2 الساعة 12 مساء، وده بدأ بالفعل جنة الشياطين، الموسيقى التصويرية للانقلاب ده هيكون الساعة 2:15، يتعلم الساعة 8:15، العجوز الساعة 9، وفي سي سينما 3 هيكون عندنا الساعة 2 فيلم أثر الأشباح، وده ليه كمان ميديا دي، برضو هنقابل كل صناع الفيلم وكل المخرجين والمنتجين للفيلم وبعض من نجوم الفيلم علشان يكلمونا عن الفيلم وتجربة الفيلم، فكل ده هنعرفه مع بعض وهنقول لحضراتكم على تفاصيله إن شاء الله في الميديا دي لفيلم أثر الأشباح، وده اللي هيتعرض في سي سينما 3 بإذن الله الساعة 2، والميديا دي بتاعه هنكون مع حضراتكم في لحظة بلحظة. عندنا كمان من التراب وإليه الساعة 5:30، وده فيلم لمدة 89 دقيقة، وفيلم 3 أيام من الأسماك ده هيكون الساعة 8 مساء لمدة 85 دقيقة، وأخيرا أكاديمية ديزي الساعة 9:30 مساء لمدة 122 دقيقة، رسائل من صقلية ده هيكون برضو من الأفلام المنتظرة. زي ما قلت لحضراتكم عندنا 2 ميديا داي، هنقابل 2 من صناع الأفلام، فيلم رفعت عيني من السماء وفيلم أثر الأشباح، هنقابل كل صناع الفيلمين، كل نجوم الفيلمين، مخرجين منتجين وكمان ممثلين في الأفلام علشان يكلمونا عن الفيلمين الجمال دول والكبار دول ويعرفونا تفاصيلهم وإيه اللي بيحصل في الأفلام. دي منطقة تانية برضو فيها كل النجوم وبنتكلم معاهم وبنعرف ايه التفاصيل منهم في المنطقة اللي موجودة قدام حضراتكم، ودي المسرح ده المسرح الرئيسي اللي موجود في مركز الجونة في الجونة بلازا اللي بتعرض فيه كل الافلام، الافلام الكبيرة كلها بتتعرض هنا. حاولت انقل لحضراتكم الصورة من جوه البلازا بشكل اتمشينا فيه سوا كده مع بعض علشان الصورة تكون واضحة وسهلة وبسيطة على حضراتكم، ياريت تكون كانت سهلة. وبالمرة نقلنا فعاليات اليوم اللي هيحصل النهاردة سبت 26 أكتوبر، ثالث أيام المهرجان وتاني أيام الفعاليات الرسمية لو نقدر نقول، ده كل اللي كان عندنا بنقدمه من تلفزيون يوم السابع، ولسه مكملين على مدار اليوم كل التفاصيل على حضراتكم مع حضراتكم لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة إن شاء الله. شكرا لحضراتكم.